بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، أهلا بكم أبنائي الطلاب في مدرسة تطوير الإلكترونية، ونرحب بكم، وما زلنا في الصف الثالث الابتدائي للفصل الدراسي الأول في مادة لغتي، وسيكون معنا اليوم بإذن الله الدرس الخامس، وسيكون بعنوان شواطئ من بلادي. نريد أبناء الطلاب أن تفتح كتابك على هذا الموضوع وأن تتابع معي ما أقرأ وأن تركز لكي نجيب على الأسئلة فيما بعد. ما زال موضوعنا يدور حول بلادنا وما بها من شواطئ ومدن وما بها من مدن تاريخية وأيضا مدن مقدسة كمكة والمدينة. اليوم سوف نتطرق إلى شواطئ بلادي، وكما تعلمون أبناء الطلاب أن المملكة العربية السعودية تقع على من جهتين يحيطها الماء، من جهة الشرق يحيط بها الخليج العربي، ومن جهة الغرب يحيط بها البحر الأحمر، وتنتشر كثير من المدن على هذه على شواطئ هذه البحار. أريد أن الجميع يتابع معي لكي نركز ونجيب على الأسئلة. شواطئ من بلادي: جدة وجازان والدمام مدن تزين شواطئ بلادي. تعرف جدة بعروس البحر الأحمر، وهي البوابة الجوية والبحرية للحرمين الشريفين، وفيها مطار الملك عبد العزيز الدولي وميناء جدة الإسلامي، اللذان يستقبلان الحجاج والمعتمرين كل عام، لذلك تعد المدينة الرئيسية الثانية في المملكة العربية السعودية بعد العاصمة الرياض. تجمع جدة بين الأحياء التي ما تزال تحتفظ بالمساكن التراثية والأحياء الحديثة المتميزة بالمساكن الراقية والمجمعات التجارية، وهي المنتجع السياحي البحري الأول في المملكة، ويزدان شاطئها بمجسمات فنية ومعالم جمالية، منها نافورة الملك فهد التي تعد أعلى نافورة بحرية في العالم. أما الدمام فقد كانت قرية صغيرة يعيش سكانها على صيد السمك واللؤلؤ قبل اكتشاف النفط، وبعد اكتشافه تغيرت لتصبح أهم مدن المملكة في مجال الصناعة النفطية، وهي منطقة تجذب السائحين إليها، الذين يقضون أمتع الأوقات على شاطئ نصف القمر وجزيرة تاروت. ولقد أنشأت الدولة مشروعات ترفيهية وسياحية، من أهمها متنزه الملك فهد ليستمتع الزائر بما فيها من بحيرات وشلالات صغيرة ومسرح وصالات للألعاب. ومدينة جازان تشتهر ببيئة طبيعية متنوعة تجمع بين الجبال الخضراء والسهول الزراعية والجزر الجميلة، أهمها جزيرة فرسان التي تتميز بشواطئها البيضاء وتروتها الحيوانية النادرة، وقد تم اختيارها واحدة من المناطق المحمية في المملكة العربية السعودية، فاستمتع بزيارة جزرها وحافظ على ثرواتها. اللهم احفظ بلادنا. أحسنتم أبناء الطلاب، نرجو الآن بعد أن استمعنا لهذا النص أن نجيب عن هذه الأسئلة بدقة. أريد أن يشارك معي الجميع ويركز على
السؤال لكي يعرف أن يعرف يجاوب جيدا. يقول السؤال: بما تعرف مدينة جدة؟ بما تعرف مدينة جدة يا شباب؟ وش مدينة جدة؟ تشتهر بماذا؟ نسميها، لها اسم دائما نطلقه على مدينة جدة، نسميها ماذا؟ عروس ماذا؟ عروس البحر الأحمر، تسمى بعروس البحر الأحمر، وهي المدينة الثانية بعد الرياض من مدن المملكة. السؤال الثاني يقول: ما اسم المطار الذي في مدينة جدة؟ المطار لمدينة جدة إيش اسمه؟ ماذا يطلق عليه؟ مطار الملكي، نعم، عبد العزيز الدولي، مطار الملك عبد العزيز الدولي كما ورد معنا في النص. السؤال الثالث، أريد أن الجميع يجاوب معي: ما اسم أطول نافورة بحرية في العالم؟ أطول نافورة بحرية في العالم تقع في جدة، تطرقنا لها أولا، ما اسمها؟ نعم، نافورة الملك فهد، نافورة الملك فهد. السؤال الرابع يقول: كيف كان يعيش سكان مدينة الدمام قبل اكتشاف النفط؟ ذكرناها في النص، كانوا يعيشون على ماذا؟ كانوا يعيشون في قرية صغيرة، كانت عبارة عن قرية صغيرة، يعيشون على صيد السمك واللؤلؤ، على صيد السمك واللؤلؤ، والآن هي من أكبر مدن المملكة الصناعية. نعم، بما تتميز جزيرة فرسان؟ تتميز بماذا؟ نعم، طبعا الجزيرة هي التي تحيط بها المياه من كل مكان، وهي جزيرة تقع في البحر الأحمر، نعم، قريبة من مدينة جازان. تتميز بماذا؟ ذكرناها، بشواطئها البيضاء وثروتها الحيوانية. نعم، أحسنت. السؤال الأخير يقول: هل زرت أي من المدن التي وردت في النص؟ وماذا شاهدت وما رأيك؟ أكيد جميعكم زار أحد المدن التي وردت في النص، اللي هي جدة وجازان والدمام. قد يكون ذهب إلى جدة وشاف سواحلها، أو إلى جازان، أو إلى الدمام، وجميعها مدن ساحلية جميلة نقضي فيها أوقات ممتعة دائما. أحسنتم يا شباب. يقول السؤال: ارسم دائرة حول الإجابة الصحيحة. شاطئ نصف القمر يقع في مدينة جدة أم الدمام أم جازان؟ شاطئ نصف القمر أين يقع؟ في جدة أم الدمام أم جازان؟ أكيد في مدينة، أحسن، مدينة الدمام. السؤال الثاني يقول: من المناطق المحمية في المملكة العربية السعودية؟ جزيرة فرسان أم جزيرة تاروت أم مدينة جازان؟ من المناطق المحمية ذكرناها في النص، نعم، جزيرة فرسان. ننتقل للسؤال الآخر، نعم، يقول: أضع في الفراغ ما يناسب الكلمة الملونة من المعاني التالية كما في المثال الأول. هذا المثال الأول، نعم، هذا المثال الأول، الكلمات هي: أرض تحيطها المياه، المتنزهين، يتزين، تستميل، المتقدمة. نعم، يقول هنا: الرياض من المدن الراقية، من المدن الراقية، هنا قال الرياض من المدن المتقدمة، بدل أن يقول الراقية اختار معنى لها ومعناها المتقدمة كما هي موجودة هنا، قال من المدن المتقدمة. نريد أن نحاكي ونقلد المثال الأول. هنا يقول: جدة تجتذب السائحين، تجتذب السائحين، هنا نقول جدة فراغ السائحين. ماذا نقول كلمة بمعنى تجتذب؟ هل نقول أرض تحيطها المياه؟ أم المتنزهين؟ أم يتزين؟
أم تستميل السائحين؟ أكيد تستميل، تستميل بمعنى تجذب السائحين. أحسنت. هنا يقول يزدان الشاطئ بالمجسمات، يزدان الشاطئ بالمجسمات، نريد كلمة بمعنى يزدان ونضعها هنا. ماذا نقول؟ أرض تحيطها المياه، أم المتنزهين، أم يتزين؟ أها يزدان نفس، نعم يتزين الشاطئ بالمجسمات. أحسنت. هنا يقول فرسان جزيرة، نريد أن نضع كلمة أو عبارة بدل جزيرة. نعم فرسان ماذا معناه جزيرة؟ ما هو؟ أرض تحيطها المياه. نعم الجزيرة هي التي تحيط المياه من جميع الجهات. نعم أحسنتم أبنائي الطلاب، أشكركم على الإصغاء وأرجو أن تكملي معي بتركيز وإصغاء. يقول هنا في الأداء القرائي أقرأ وألاحظ الكلمات الملونة، نريد أن نركز على الكلمات الملونة بالنص. يقول تجمعوا جدة بين الأحياء التي ما تزال تحتفظ بالمساكن التراثية والأحياء الحديثة المتزينة المتميزة بالمساكن الراقية، المتميزة بالمساكن الراقية والمجمعات التجارية، وهي المنتجع السياحي البحري الأول في المملكة، ويزدان شاطئها بمجسمات فنية. نريد أن نلاحظ كلمة هنا الراقية، الراقية، وهنا المنتجع السياحي، المنتجع السياحي، وهنا يزدان، يزدان. نعم لاحظ هذه الكلمات قد تكون كلمات جديدة علينا، الراقية، المنتجع السياحي، ويزدان. نعم هنا نريد أيضا أن نقرأ ونلاحظ التنوين والحرف المشدد، التنوين والحرف المشدد. يقول ولقد أنشأت الدولة مشروعات ترفيهية وسياحية من أهمها متنزه الملك فهد ليستمتع الزائر بما فيه من بحيرات وشلالات صغيرة ومسرح وصالات للألعاب، وصالات ألعاب. هنا نلاحظ التي لونت بالأخضر، الحروف الملونة باللون الأخضر، هنا هذه حروف مضعفة، حروف مشددة عليها، الشدة هنا شدة تحتها كسرة، وهنا شدة فوقها فتحة، وهكذا الزائر. نعم أما الحروف الملونة باللون الأحمر فيوجد بها تنوين، هنا تنوين بالكسر مشروعات، وهنا تنوين بالفتح فتح ترفيهية، وهنا أيضا بالفتح سياحية، وهنا بحيرات بالكسر شلالات، نعم صغيرة مسرح ألعاب، هنا تنوين بالكسر. وهنا ملاحظة مهمة أرجو الجميع يركز عليها، الجميع أبنائي ركزوا على هذه الملاحظة. يقول الاسم المبدوء بال لا يقبل التنوين، أي اسم بدأ بال لا نستطيع أن نضع تنوين في آخره، الاسم المبدوء بال شمسية أو القمرية لا يأتي آخره تنوين أبدا. واضح يا شباب الفكرة؟ أحسنتم. يقول السؤال أضع الكلمة المناسبة في الفراغ المناسب، نريد أن نضع الكلمات المناسبة هي في الفراغ المناسب. الكلمة الأولى أعلى، الكلمة الثانية أحب، الكلمة الثالثة أبرد. نعم نريد أن نضعها في الفراغ المناسب. في الأول يقول وطني فراغ وطن، ماذا نقول؟ وطني ماذا؟
أكيد والله هو أحب وطن، اللهم احفظ وطننا يا رب العالمين. وطني أحب وطن. الجملة الثانية يقول: الجبل من السهل. ها يا شباب، الجبل عندي كلمتين، وين أحط، أعلى أو أبرد؟ الجبل أبرد من السهل أم أعلى؟ أحسنتم، أكيد أعلى، الجبل أعلى من السهل. وفي الأخير هنا: الجو في أبها من جدة. نعم، أبرد، الجو في أبها أبرد من جدة. أحسنتم. وهنا نريد أن نحول الفعل، الفعل هو ماذا؟ الذي يدل على حدوث عمل، بعكس الاسم الذي يدل على اسم شيء. أحول زمن الفعل من الماضي إلى المضارع، المضارع يعني الوقت الحالي الآن، يعني بمحاكاة المثال التالي. يقول: قضى السائح أمتع الأوقات. يعني هنا في الماضي قضى، قضى زمان. وهنا يقول: يقضي الآن، الآن في الوقت الحاضر، يقضي السائح أمتع الأوقات. هذا قضى وانتهى في الماضي، أما يقضي الآن هو يقضي أمتع الأوقات. نريد أن نحاكي هذا المثال، يقول: عاش سكانها على صيد السمك. عاش سكانها على صيد السمك. هذول أهل الدمام. الآن بيقول الآن، وش نقول؟ عاش في الماضي، لكن الآن وش نقول؟ هنا قلنا يقضي، هنا نقول إيش؟ نعم، يعيش سكانها على صيد السمك. أحسنتم. هنا يقول: جمعت جازان بين الجبال والسهول. جمعت جازان بين الجبال والسهول. نريد أن نحول جمعت إلى فعل مضارع الآن. قل يج، نعم يج مع، نعم يجمع أو تجمع، آسف، تجمع جازان بين الجبال والسهول. تجمع جازان بين الجبال والسهول. الآن نريد أن نحول إلى فعل أمر، فعل أمر بأن تأمر شخص افعل. ماذا نقول؟ هنا يقول: المحافظة على ثروة بلادك. هنا تقول له: حافظ على ثروة بلادك. أحسنتم. نريد أن نحاكي ونقلد المثال الأول. هنا المحافظة جعلها حافظ. هنا يقول: الاستمتاع بشواطئ جدة. ماذا نقول؟ نأمر، لو نريد أن نأمر شخص ماذا نقول له؟ نقول الاستمتاع، أم ماذا نقول له؟ نريد أن نأمره، نقول له: استمتع بشواطئ جدة، استمتع بشواطئ جدة. هنا يقول: مشاهدة نافورة الملك فهد. مشاهدة نافورة الملك فهد. هنا تقول له: ماذا نافورة الملك فهد من مشاهدة؟ ماذا تأمر وماذا تقول له؟ تقول له: شاهد نافورة الملك فهد. إلى هنا أبنائي وأحبائي الطلاب، نكون قد وصلنا إلى نهاية درسنا لهذا اليوم. نأمل من الله أن نكون وفقنا لتوصيل الفكرة إليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.